غير هاد العشية هذه عزيزة دايرة لكم فلوغ اليوم ان شاء الله نطلب الله. وفين حنا عزيزة؟ واختي حنا حدا الماتش، حنا حيد دياب غنفطرو عزيزة غنمشيو للجامع عزيزة خاصة واحد يلا صح الجامع ديالنا ديال الحسن الثاني ما أذن تأذن عند مارينا وخرجنا ودابا حنا في عين دياب وصلنا وباقيين ما فاطرين شو المعدة كثر عاد زيدي عزيزة شوية شتي الناس كلشي جا للبحر تبارك الله شوف الناس كلشي الناس مازالت الجهة راه خاوية كون تشوفي الجهة الأخرى شحال عامرة نهبطو كثر عاد عزيزة شوفوا تبارك الله الناس شوفوا الجروبات مازال الجهة الأخرى اللي عامرة تبارك الله شوفوا الأجواء تبارك الله والمناظر تبارك الله لك الحاجة عزيزة عزيزة وجدي لينا حجي الطابلة راه المعدة كدير عندنا دابا عاد لقينا الطابلة وكنوجدو فيها مكاتو هانتو كلشي كاين كلشي موجود هما الخير أنت كتبقى عند المعدة ولكن أختي راه كتشوفو وكتسكت متبقاش دابا توجد في الطبلة تبارك الله على الحاجة عزيزة قلب لي النواطر وجدها بقي حافية لي النواطر وفي الجوع وعزيزة بارك الله عليك بارك الله فيك دابا عاد جينا من حدا البحر فارنا ولكن البرد البرد الحمد لله دابا جينا للجامع ان شاء الله نصلي والله يقبل ان شاء الله الله يقبل لينا وليكم ها الجامع الجامع ايه والله يتقبل عزيزه مسبقا الله يعفو على الجامع الله يعفو الله يهدي البنيات والوليدات يجوا ان شاء الله يصليو والصلاة فريضة ديما الحمد لله وخليتكم تجربة ان شاء الله حنا دابا يلا وصلنا للمارينا ماما وخالتي باقي في الجامع كيصليو الله يسمح لينا ويغفر لينا وانا دابا طالعه غنطلعوا نشوفوا واش غنديروا من هنا ان شاء الله والحاجه عزيزه سلام
لاباس؟ مرحبا بكم عندي اليوم. مرحبا بكم عندنا. مرحبا بكم كاملين. مرحبا بكم عندنا. مرحبا بكم كاملين. شوفوا على تقالية تبارك الله داك الشيء. شوفوا الحاملة، شوفوا الحاملة بادية قبل الناس. أنا بادية قبل الناس. شوفوا الحاملة، شوفوا الحاملة ما كتسنى حتى واحد. صحتك أبنتي صحتك. صحه الرحيم نحك انا ايوا العيالات شهينا الناس اللي حاملات حقكم في الجنه جم حفظ ثاني تبارك الله زعما اي جامع زوين ولكن الوقت ما تتساليش والايمان كيغار جو زوين خشوع والله الا بكي ما يحسن فكرنا الحباب اللي مشاو فكرنا روسنا جري جري الله يسمح لينا ويغفر لينا جري جري وبنادم هاد الوقت هذا الدنيا ما فيها والو الدنيا فايته فايته الصبر وصافي هذا ما كاين الساعه نحكوا شويه ولكن راه مع عمر شويه مع الوقت حتى واحد ما هاني هذا الزمان الحمد لله ايوا اش غنديروا الله يعطينا الصبر وصافي امين ما زوين الجامعه اختي ما كاينش بحال كلام الله والله الصلاه والعباده ديما ماشي غير في هذا الشهر كبير عند الله صح زوينه كتحسي براسك قريبه عند الله بزاف كترتاحي الحمد لله الله يسامحك ايوا الله يسامحك الله يسمح لينا ويرحمنا والله يرحم جميع الاموات امين اللي ماتوا من عندنا غير بابنا واللي عنده شي حبيب وشي وليدات عنده توفى وليه ولا عائلته ولا مو ولا باه الله يرحمه ليه امين والله يسمح لينا ويغفر لينا والله يهدينا ويعطينا الثبات وحسن الخاتمه والله امين والله الله يرحم بها هي اختي في هذا النهار هذا امين ما تفاتش الشهر الكبير عند الله مات في 10 ايام الاخيره طلب الله الله يرحمها وكاع اللي مات في هذا الشهر الكبير عند الله مات ليه شي حبيب ديالو ولا خو ولا مو ولا اي واحد الله يرحمه ويغفر ليه ويسمح ليه ولا يحكم عليه المؤمنين يا ربي الله يعطينا الصبر امين الحمد لله الحمد لله هما سخينا بكم ومرحبا بكم عندي وكنشكركم بزاف بزاف احنا نتشاو واش عرفوا اختي خديجه في الاسلام في الجوره في الصحبه اخوات من اخوات راه ماشي اختي ولكن اختي ما ولدتهاش هي صاحبتي وجارتي والله عبد منها دار تشوفينا انا كنشوف واش نقول لكم كلشي كيقول لي خالتك اختك 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 بنياتي يقولوا خالتي خالتي كلشي كيقول لي اختي خديجه كل من اختك خديجه هذا هذا كلشي الناس بصح وكتكون اختك واخا ما ولدتهم ولدتها لك لا من كلبك سبحان الله كتكون اختك وحبيبتك وفيها كل شيء بالاخص الا كان قلبها كبير اي حاجه هذه الله يحفظك الله يحفظنا غير الله يدوم محبه بيناتكم تبارك الله لك عزيزه داك الشيء واعر صحتك البنات اللي بغات تاكل اللي بغات تاكل تخيل محمد قاليا جات خالتي عزيزه ان شاء الله غندير واحد المشروع انا وياها ندير واحد الكراسه عزيزه عزيزه الله يجيب لنا اليوم وي ان شاء الله غندير اليوم كتصاوبي حمرات قاليا مشاهدكم فريت ما كاينش لاضه ما كاينش بزاف عجينه مدروكين وكانت عندي شي خدمه ايوا اش غنقول لكم تبارك الله عليكم الحبابات ايوا كتشغليها من كومونت كومونت تبارك الله عزاز الله يحفظكم ليا وزعما كنشكركم بزاف زعما فرحت 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 بزاف كلشي خالتي زوينه خالتي تاع عمرها دار وزعما الا ما كديرش ليكم لي فلوغ بزاف انا ان شاء الله هاد الايام نحاولوا نحط ليها شي فيديوهات هكا غير مشغوله هي ومع الوقت مع الظروف والله الا غير مع الوقت سمحوا لي بزاف ان شاء الله يكون خير وزعما اش غنقول لكم ما سخيناش بكم ان شاء الله يكون الجديد ان شاء الله السلام عليكم.